ياسمين الشام على خدك وحلاوة العسل من شهدك، اسم الله قمر يا ما شاء الله عليك يا قمر، يا قمرنا يا منور من قدك قدك ميس ميس قدك قدك ميس يا سمر مار. ايوه ابن عم انت هو؟ خليك يا عم توصي ان شاء الله ما تبلع الرقصه. يو ابن عمي انت هون من زمان؟ بتعرفي انه رقصتك حلوه بالسيف. عن جد ابن عمي؟ عجبتك رقصتي بالسيف؟ كتير. ابن عمي هو عادني تحكي لي قصة جدك عياش الله يرحمه، وقصة سيفه وقصة خنجره وقصة عصايته وحجره كمان. لك هي قصة طويلة خلصينا منها. لك طويلة القصة. شو علي ابن عمي قاعدين عم نتسلى الله يخليك. طيب راح هي وأمري لله. هذا يا مرحومة البي كان جدي عياش رحمة الله عليه عقيد الحارة من زمان 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 كتير. ايه. وبيوم من ذات الأيام مر بهالحارة عساكر السلطان، هدول كانوا يسموها الانكشارية، وهدول كانوا زهران كتير، ولما مرقوا ناح القهوة صادفوا حرمة، قام صاروا يضايقوها ويحرقشوها ويسمعوها كلام شروي غروي. يوه ويا على عيونهم، يخرب بيتهم من حالهم الله لا يوفقهم. قام راحت صاحت لك هذاك الصوت وليه خلفهم بالحجر صاب الدين. هداك شاف شو في الأرض لحقوا جدي خلفوا بالخنجر إجا بنص ضهره وصل للوالي واشتكى لجدي. ضلوا يلاحقوا جدي عياش ويدوروا عليه شي ست شهور. قام وصى قبل ما يمسكوا بسيفه وبدرسه وبخنجره وبعصايته للعقيد اللي بده يستلم بعده، بس هو بشروط. شو الشروط ابن عمي؟ أول شرط أنه العقيد اللي بده يستلم بعده أنه يكون صاحب نخوة وشرف وقبطاي وكل الحارة تشهد له بهالشي. وتاني شرط ابن عمي؟ تاني شرط أنه يحمل الحجر اللي حمله جدي عياش ويمشي فيه 10 فشخات ويزده على شرط يجي على بعد 4 فشخات، لأنه جدي لما هجم على العسكر هجم هيك، بعدين لما لقطوه عذبوه عذبوه وخوزقوه لحتى مات. يوه يا لطيف والله زنزل بدني. وصار هيك بعد منها كل واحد بده يستلم عقيد تكون فيها الشروط ويمرق بهالامتحان. ابن عمي هلا انت لما صرت عقيد عملت هالامتحان؟ لك شلون لك، كنا 3 مطايات وشهدت لنا الحاره كلياتها بالنخوه والشهامه والشرف. اول واحد ابو فخر اللحام، الثاني ابن عمه المختار ابو وضاح، هدول عيلته هاجروا الحاره من زمان لانه قتلوا ابن ابو رضا المبيض، والثالث لعبت لله. وقتها اجى المختار ابو وضاح اعطاني سلاحات جدي، السيف والترس والخنجر والعصاي. وثاني يوم من وش الصبح رحت على سوق النحاسين كتبوا اسمي عليهم، لانه لازم كل واحد بده يصير عقيد يكتبوا له اسمه على كل قطعه منها. وهيك صرت العقيد السابع بعد جدي رحمة الله عليه. يا مرحبا. أهلين يا عمري، اشتقت لك. شو بك يا فهم؟ ما هلك تشتاقي لي؟ يا دوب صار لي ساعتين تارك البيت. مالك علي يمين ابن عمي، بشتاق لك وانت جنبي. بديني بديني فيق من عز نومي بس لحتى أقعد أتطلع بعيونك وشواربك وحواجبك تقبر قلبي يا حق. إيه يا عفاف؟ إيه ابن عمي؟ قلي شو رأيك بهالفستان؟ منين؟ هذا اللي كنت عم فصله عند الخياطة، حلو؟ مزوة بس الروب ما دخلوا، القالب غالي. لك يسلم لي المسار.
يا عفاف عفاف مور ابن عمي جيبي لي مكبس الشوارب وحنجور الدبع دخيل عينيك من عيوني روحي صبوحة شوفي لي حاضر يا بي يسلموا مين؟ خالي أبو قاعود وخالي أبو دياب يا بي يا ميت أهلا وسهلا أهلا أهلا بالعديد أهلا سهر أهلين أبو دياب أهلين عقيد والله شرفتوا أهلين أختي الله يرضى عليك يا ميت أهلا وسهلا يا ميت أهلا وسهلا شرفتوا نجوحة تعي تعي تفضلوا كيفك سهر شو أخبارك يا ميت أهلا وسهلا الله يخلي لي إياك يا رب ابن عمي لك الجاهز يلا يلا تفضل الله يسوح يلا اهلا وسهلا شو سهر ليش معذب حالك لا 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 تكون معتبرنا غربه ولا نحن ضيوف لك انتوا احلى ضيوف بالعالم كله شري اهلا سهر اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل ابو دياب هاتي يا ماما يلا يلا شو هاد اختي شو هالخير كله الله يجعله عامر الله يجعله عامر يا رب اهلا وسهلا يا ميت اهلا وسهلا ايه سهر ما قلت لي شو بموضوع الورثه والله يا ابو قاعود انا مو من حقي احكي بهالموضوع بنوب لا سهري من حقك مرتك لها حق بالبيت وبالبوايك اللي بالميدان ونحن بدنا نصفي الورثه وكل واحد ياخذ حقه ايه شو عليه حق حق عفاف رح تاخذه مصاري والبيت مثل ما بتعرف كلياتنا ساكنينه والبوايك نحن الاربعه عم نشتغل فيه ابو قاعود اجل لي هالموضوع لبعدين كول رح اكل سهري رح اكل سهري ليكون ما لك خاطر نعطي عفاف مصاري بدل حصتها لا يا ابو دياب لا يا عيب الشوم هي ما حبيتها منك بنوب اخي مشان تطمنوا انا راح احكي بالنيابه عن عفاف عفاف ما بدنا منكم شيء بنوب نحن اللي عنا مكفينا ورب العالمين سبحانه وتعالى طامرنا بخير وطمر بس يا ابو دياب انا عم بحكي امرك اخي بس قلت لحالي يعني بركدان صهري أبو أدهم عنده رأي تاني أو رايد يشاركنا بالبيت وبالبوايك الله يسامحك يا أبو دياب هاي ما حبيتها منك بنوب تفضلوا أكيد بس نحن عنا لك عفاف والله كافينا من نحيمه ابن عمي هذا حق والحق ما بيزعل ما اختلفنا بس كأنه أخواتك ما لهم خاطر إنه يكون لك حصة بالبوايك والبيت وأنا بشوف إنه معهم حق الجماعة أخوة وبدون يشتغلوا مع بعضهم ما بدون حدا برناني يدخل بيناتهم وهذا حقهم إلا كان يعطوني حق حصتي مصاري أنا حسيت من كلام أخوك يا أبو قاعود إنه الجماعة متدينة شوي ونحن والحمد لله لك عفاف الله ما نعم علينا بدك رأي فوتي حقك لأخواتك وسامحي هيك بتكسبي مودتهم ومودة أولادهم وبترفعي راسي قدامهم وقدام كل أهل الحارة يعني ابن عمي أنت إلك خاطر أني فوت حقي شوفي يا عفاف أنا ما بحط خطيتك برقبتي وبفرض عليك أنك ما تاخدي حقك بس أنت وازنية بعقلك إذا أنت تنازلتي لهم رح يلاقوها حلوة كتير منك تقبر قلبي يا حق طول عمرك شهم وقبضاء نفسك عفيفة لك ما حدا أخذ منها شيء إلا عمله وذكره الطيب ويكون بصحته وعافيته هو وعياله ويكون هن رضيانين عليه وهو رضيان عليه وانت ابن عمي رضيان علي؟ لك أنا رب العالمين رضيان علي لأنه جمعني فيك وين البحر واللي وان وين الفارس